بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بشركة آفاق التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع درس جديد من دروس مادة الحاسب الآلي، حاسب 2، وحدة قواعد البيانات، التدريب الأول. تعالوا معي لنتعرف على أهداف الدرس. الهدف الأول سنتعرف فيه على خطوات فتح برنامج ليبرا أوفيس. الهدف الثاني سنسجل قاعدة بيانات داخل برنامج ليبرا أوفيس. الهدف الثالث سنتعرف على الشاشة الافتتاحية لبرنامج ليبرا أوفيس بيس. الهدف الرابع سنتعرف على مكون الجدول، وسنتعرف على حقول البيانات داخل الجدول، والهدف الأخير هو التعرف على المفتاح الأساسي. تعالوا الآن نفتح برنامج ليبرا أوفيس بيس عن طريق الضغط على قائمة ابدأ، ثم كافة البرامج، ثم نبحث عن مجموعة ليبرا أوفيس ونضغط على ليبرا أوفيس بيس. هذه النافذة تطلب مني هل أريد إنشاء قاعدة بيانات أم فتح قاعدة بيانات. الآن سننشئ قاعدة بيانات جديدة ونضغط على التالي. في هذه النافذة يطلب مني البرنامج هل سيتم فتح قاعدة البيانات لوضع فيها قاعدة البيانات الخاصة بي أم لا؟ وفي السؤال الثاني يطلب مني هل يتم تحرير قاعدة البيانات أم عرض الجدول في حالة المعالجة أو معالجة الجدول. سنضغط على زر إنهاء. الآن جاءت مرحلة حفظ قاعدة البيانات أو اسم قاعدة البيانات. هنا سنكتب هنا قاعدة بيانات المدرسة. هنا سنحدد مكان حفظ قاعدة البيانات ثم نضغط على سيف. الآن فتح برنامج ليبرا أوفيس بيس. قبل أن نقوم بتنفيذ الجزء العملي سنتعرف على بعض المفاهيم. قاعدة البيانات تتكون من حقل وسجل أو مجموعة حقول ومجموعة سجلات. هذا ما يسمى عنوان الحقل، يعني رقم المادة عنوان حقل، اسم المادة عنوان حقل، عدد الحصص الأسبوعي عنوان حقل، الصف عنوان حقل. الجزء هذا اللي هو رقم 102 وكيمياء واثنين وأول نسميه سجل، يسمى سجل، يعني رقم 103 أحياء 3 أول هذا سجل أيضا. لكن كلمة الحاسب هنا نسميها حقل. رياضيات حقل لحالها، فيزياء حقل، لكن عنوان الحقل رقم المادة، عنوان حقل كامل هو رقم الايه المادة. هذه هي مسميات التي نريد أن نوضح الفرق بين السجل والحقل. لابد أن نتعرف على أن الجدول هو المكون الأساسي لقاعدة البيانات، وأنه يعتبر الوعاء الأساسي لحفظ البيانات بداخله، ولا يمكن إنشاء أي استعلام أو تقرير دون وجود الجدول، وهذا يؤكد أهمية الإيه؟ أهمية الجدول. عندنا أنواع بيانات. عندما أنشئ قاعدة البيانات لابد أن يكون لكل بيان من البيانات نوع. يعني إذا دخلت اسم الطالب في الحالة دي نوع البيان هيكون نص، والنص هنا أقصى طول له 255 حرف. أو
يكون مثلا نوع البيان رقم، على سبيل المثال رقم الجوال سنضعه رقم، تاريخ على سبيل المثال تاريخ الطالب، وقت أو ترقيم، ترقيم تلقائي 1 2 3 4، أو الإجابة بنعم أو لا. طيب في جزء مهم أيضا في قاعدة البيانات وهو المفتاح الأساسي. ما هو المفتاح الأساسي؟ هو أنشئ المفتاح الأساسي لكي لا تتكرر البيانات في قاعدة البيانات، ولذلك يكون المفتاح الأساسي هو قيمة فريدة لا يمكن تكرارها داخل قاعدة البيانات أبدا. ولذلك في كل جدول من الجداول سنضع مفتاحا أساسيا، والمفتاح الأساسي يكون قيمة لا تتكرر في الجدول أو في قاعدة البيانات بصفة عامة. الآن سنقوم بإنشاء 3 جداول في قاعدة البيانات LibreOffice Base. أول جدول وهو جدول الطلاب، ويحتوي على مجموعة من الحقول: حقل رقم الطالب، اسم الطالب، تاريخ الميلاد، الجوال، العنوان. الجدول الثاني سيكون اسمه جدول المعلمين، ويحتوي على مجموعة حقول وهي رقم المعلم، اسم المعلم، الجوال، المادة، العنوان. الجدول الأخير هو جدول المواد، ويكون فيه أسماء الحقول، رقم المادة، اسم المادة. الآن تعالوا نذهب إلى برنامج لايبر أوفيس بيس ونقوم بتنفيذ هذه الجداول. في الجدول نقف على مكون الجدول ونضغط على إنشاء جدول في عرض التصميم. تأتي إلينا هذه النافذة، وأول حقل من الحقول يتم فيه كتابة الحقل أو المفتاح الأساسي، حقل المفتاح الأساسي. وأول جدول سنكونه أو سننشئه هو جدول الطالب. نكتب هنا رقم الطالب، ثم اسم الطالب، ثم تاريخ الميلاد، ثم الجوال، ثم العنوان. الآن سنقوم بتحديد نوع البيان أو نوع الحقل، البيان الذي سيدخل فيه. أول حاجة رقم الطالب، طالما هدخل فيه رقم يبقى اختار نوع البيان نمرك اللي هو رقم. اسم الطالب هنختار زي ما هو فيرشير ومعناه نص. تاريخ الميلاد هنا سنغير نوع الحقل إلى كلمة ايه؟ ديت، تاريخ. الجوال سنجعله، ممكن أن نجعله نصا أو نجعله رقما، نخليه نمرك. العنوان فيرشير زي ما هو أي نص. الآن قبل إغلاق الجدول سنضغط على رقم الطالب في المكان هذا ونختار مفتاح الأساسي لجعله المفتاح الأساسي، ثم نضغط على علامة إكس. هل تريد حفظ التغيرات على الجدول؟ أقول له نعم، وأخليه جدول إيه؟ جدول الطلاب. حسن، الآن ظهر عندي جدول، أول جدول وهو جدول إيش؟ الطلاب. سنقوم بإنشاء جدول آخر وهو جدول المعلمين، وأيضا قلنا في أول حقل من الحقول لابد أن ننشئ الحقل الأساسي ونجعله رقم المعلم، وبعدين نخلي اسم المعلم، وبعدين نكتب مثلا الجوال، وبعدين نكتب المادة التي يدرسها المعلم، ثم العنوان. هنا في رقم المعلم زي ما احنا عارفين نخليها ايش؟ نمرك رقم. اسم المعلم فير شير يعني نص، وبعدين الجوال نخليه نمرك، والمادة فير شير، والعنوان فير شير. الآن سنقوم بإنشاء المفتاح الأساسي أيضا، سنضغط هنا. طبعا رقم المعلم لا يتكرر، فاسم المعلم ممكن يكون فيه تشابه في الأسماء. الجوال لا يتكرر، ممكن نجعله مفتاحا أساسيا.
المادة ممكن يكون أكثر من معلم يدرس نفس المادة فيتكرر. العنوان ممكن أن يتشابه، ولذلك بنقول مفتاح أساسي، يعني القيمة لا تتكرر داخل قاعدة البيانات. ممكن هنا نختار رقم المعلم أو نختار الجوال، لأن الجوالات لا تتكرر. نجعلها مفتاح أساسي ونضغط على إكس. هل تريد حفظ الطائرات؟ نعم، ونسميه جدول المعلمين. حسن، الآن سيظهر جدول آخر من جداول قاعدة البيانات، وهو جدول المعلمين. ننشئ الجدول الأخير وهو جدول المادة. أيضا نقول رقم المادة، اسم المادة فقط، لا نحتاج أكثر من ذلك. نضغط على كليك يمين لجعل المفتاح الأساسي، ونضغط على إغلاق نعم، ونكتبه جدول المواد. تم إنشاء 3 جداول، وهو المطلوب إنشاؤهم وعمل الحقول وتحديد نوع البيانات بداخلهم. طيب، الآن نسينا أن نحدد نوع البيانات داخل جدول المواد. سنضغط كليك يمين ونروح لتحرير. هنا رقم المادة نسينا أن نضعه إيه؟ رقما، فنجعله رقم ونضغط على إكس ونحفظ تاني. الآن أبنائي الطلاب وطالبات شركة آفاق التعليمية، وصلنا إلى نهاية الدرس الأول في الجانب العملي لقواعد البيانات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.